اليوم الجبال الاجتماعيه اللي كتضم العديد من التنظيمات الديمقراطيه والتنظيمات النقابيه والتنظيمات المجتمع المدني كتعبر على الاحتجاج ديالها لما وصل له الوضع الاجتماعي بلادنا. الوضع الاجتماعي لبلادنا وصل لمستوى اللي فيه واحد الاحتقان كبير جدا، ما كايناش هناك امكانيه اليوم للمغاربه باش يعيشوا حياه كريمه، ما كاينش امكانيه لابناء المغاربه، ما بقاش عندهم حق، ما تعطاهمش حقهم في الشغل. حنا كناكدوا على ان حق ابناء المغاربه في الشغل، حق المغاربه في حياه كريمه، حق المغاربه في مستوى معيشي يليق بما يبذلونه من جهد ومن عمل الى اخره. حنا كنقولوا كذلك حق المغاربه في ابناء المغاربه في مدرسه عموميه جيده لتضمن مستقبل المغرب ومستقبل المغاربه. حنا كنقولوا كذلك الحق ديال المغاربه في مستشفى تقدم فيه الخدمات الاساسيه والخدمات الصحيه بشكل يكون ما فيش هاد التنامي الكلينيكات الخاصه، تنامي المدارس الخاصه، كل هذا كيضرب الحقوق ديال المغاربه. واليوم هناك هجمه قويه هاد العشر سنين الاخيره، عرفت هجمه قويه على الحقوق الاجتماعيه ديال المغرب. حنا كنقولوا كفى، الوضع الاجتماعي اصبح لا يطاق. كذلك كنقولوا كفى من ضرب الحريات، الحريات العموميه في المغرب، الحق في التظاهر، الحق في التنظيم، الحق في الاضراب، كل هذه حريات كتضرب او هي في طريق لانها تضرب. حنا كنقولوا ان بالضروره هناك اليوم قوه اجتماعيه حاضره لتقول انها مستعده للنضال من اجل هذه الحقوق، وعلى راسها الحق وعلى راس المطالبه باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلين الحراكات ووقف المتابعات في حق النقابيين وحق النشطاء المجتمع المدني، وعلى راسهم اطلاق سراح معتقلي الحراكات وحراك الريف اساسا. المسيره اللي كتضمها الجبهه اللي كتضم عده مكونات سياسيه نقابيه وجمعويه وحقوقيه وغيرها كتجي في اطار واحد المبادرة للجميع حصل عنده وعي جماعي بأن الأوضاع في المغرب تزداد ترديا، أن الخدمات الاجتماعية تزداد تدهورا، وأن المغاربة عياو وتقهروا من سياسات لا شعبية لا اجتماعية اللي أصبحت اليوم كتستهدف جيوبهم وكتستهدف يعني حقوقهم ومكتسباتهم. وبالتالي أنا الأوان من أجل توحيد الجهود النضالية وتوحيد المبادرات وتوحيد الشعارات المرفوعة اللي كتطالب بالكرامة للجميع، لأن النضالات المتفرقة والمشتتة اللي اليوم كنشوفوا فئات يعني كتخرج بشكل متفرق لا تحقق أهدافها. طالما هناك وعي مشترك بتشخيص الأوضاع فيعني لابد من توحيد هذه الجهود من أجل تصدي للمخططات التفكيكية اللي اليوم كتعمق الهوى وكتوسع دائرة الفقر وكتعمق الفوارق الاجتماعية وكتزيد يعني الاحتقان الاجتماعي وكتهدد أيضا التماسك المجتمعي، لأن اليوم فئة قليلة هي اللي كتستفد من الثروات في المغرب، بينما فئات وشرائح واسعة اليوم تعاني من مشاكل الشغل، تعاني من مشاكل التعليم، تعاني من مشاكل الصحة، وبالتالي لا تستفيد يعني من حقوقها في المواطنة الكاملة اللي المفروض أنها تكون للجميع وكرامة لجميع المغاربة. هذه مسيرة، أول مسيرة تنظمها الجبال الاجتماعية بشعار تقرنا، لان هاد الكلمه تقرنا هي تتعبر فعلا على الحاله اللي تعيشوها المغاربه في هاد السنوات الاخيره، انه الاغلبيه الساحقه من الشعب المغربي تقهرت بالغلاء، تقهرت بالبطاله، تقهرت بتدهور القدره الشرائيه، تقهرت بالتراجعات الحقوقيه، تقهرت بالفساد. ولذلك هذه صرخه للدوله وللحكومه، صرخة تقول كفى من استمرار هذه السياسات التي أوصت بها المؤسسات المالية الدولية، وأن الحديث فعلا على نموذج تنموي بديل ينبغي أن يتجسد في الواقع، أولا بمحاربة الفساد، إيقاف نزيف الأموال العمومية، ومن طبيعة الحال الإقلاع عن السياسات المتبعة والتي أفقرت المغاربة وأدت إلى تدهور حتى أوضاع الطبقة المتوسطة. وبالتالي فهي سياسة لا شعبية ولا ديمقراطية، وسياسة أيضا معادية للتنمية ومعادية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، خاصة في المجالات الاقتصادي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتي أدت إلى تدهور المرافق الاجتماعية من صحة وتعليم وباقي الخدمات العمومية.